انتهاء معنا في هذا الحفل الفني ألا وهو المهرجان الأول للثقافة والفنون الأمازيغية وبشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وجمعية تفوكت للتنمية القروية. أي الحضور الكريم، نبتدئ حفلنا هذا بآيات بينات من الذكر الحكيم يتليها على مسامعكم المقرئ السي العربي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم، الحمد لله رب العالمين. جزاك الله بخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والآن أيها الحضور الكريم، الوقوف جميعا لأداء النشيد الوطني. شكرا لهذا الأداء الرائع للنشيد الوطني، ومرحبا بكم أيها الجمهور الكريم ممثلي الشأن المحلي بجماعة حزب القسم، وكذلك السيد رئيس الجماعة القروية، وكذلك السيد رئيس جمعية تفوكت للتنمية القروية. وكذلك نرحب بالحضور الكريم ونشكر رجال الدرك الملكي والجمهور الكريم الذي حضر معنا في هذا الحفل ألا وهو المهرجان الأول للثقافة والفنون الأمازيغية وبشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. نبتدئ حفلنا هذا مع فقرة من التراث المغربي الأصيل، فقرة من التراث المغربي الأمازيغي ألا وهو فن أحدوث إنشاد وتمويت مع الفنان الأمازيغي حميد مكول. يلا